خلينا نتحول لموضوع تاني. دراسات جديدة بتحذر من مخاطر تفاعل أزايز البلاستيك مع المية. قالت إن إزازة المية الواحدة ممكن يبقى فيها ربع مليون قطعة من البلاستيك الدقيق. ربع مليون قطعة من رقم البلاستيك رقم كبير جدا. يعني إحنا لما بنسمع ده بنفتكر إن أجدادنا ما كانش عندهم للأسف الشديد الأمراض اللي بنسمعها دلوقتي المنتشرة في كل العالم، لأن وكانوا بيشربوا يمكن من حاجات كنا نعتقد ان فيها شوائب زي القلة مثلا او الزير، لكن هذه الشوائب لم تكن. ده نظام فلتر طبيعي. ده فلتر طبيعي بالظبط. خلينا نعرف يعني ده بيحصل ازاي وازاي نتجنب هذه المخاطر. كلنا بنشرب المياه من ازايز بلاستيك. ضيفنا النهارده دكتور احمد الزهاوي، استشاري معالجة الملاحة، استشاري معالجة المياه، هيكلمنا عن هذا الامر. اهلا بك يا دكتور. مع حضراتكم الدكتور احمد الزهاوي، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك. وفي البدايه، ايه هي خطوره تناول المياه في زجاجات بلاستيكيه؟ خلينا نتكلم بس ان في اي نقطه، اول نقطه ان اول حاجه ان ممكن كل حاجه ولها خطوره ولها استخدام امن. فتداول الميه في زجاجات البلاستيك معايا بتطلع من الشركات هي امنه جدا، لكن اعاده استخدامها بشكل مختلف هنا يبقى في خطوره. ليه؟ لان بيكمن في اعاده استخدامها مره اخرى، سواء كانت الميه بملاها ميه عاديه او بملاها ميه سخنه، فبيحصل تفاعل الميه الدافئه او الميه السخنه مع البلاستيك. لكن هي المشكله كلها خطوره تداول الميه في اعاده استخدامها مره ثانيه اخرى. طيب دكتور، خلينا ناخد الكلام كده بالتفصيل. حضرتك بتقول لما الميه بتتسخن او يتحط في ازايز الميه ميه سخنه. زمان واحنا صغيرين كان جرت العاده كده في العربيات وفي الاماكن، كنا بنسيب ازازه الميه لمده ايام عشان يبقى معانا ميه في العربيه احتياطي، سواء بقى عايزين نشرب او لو حتى عايزين نزود العربيات ميه. ده كان ايام اهالينا. دلوقتي احنا عارفين ان تعرض ازازه الميه لاشعه الشمس، حتى بنقول للناس ودايما كتير كتير بنلاقيهم بيحذروا لو لقيتوا كراتين الميه معرضه للشمس ما تشتروهاش او ما تاخدوهاش. ايه اللي بتعمله الشمس في ازازه الميه؟ حضرتك الشمس عامه لما بتتعرض لازازه الميه، حضرتك لو تلاحظ ان احنا لما بنسيب ازازه الميه في العربيه بيبقى في بعض البخار مكثف في الجزء اللي احنا بنسيبينه فوق. ده نتيجه ان في حصل تسخين لدرجه الحراره بسيط. التسخين البسيط ده ادى الى تفاعل بسيط جدا بين الميه وبين الازازه. هي الازازه ديت بتبقى جايه منين؟ يا اما ازازه مثلا حاجه بلاستيكيه مشروب احنا فضيناه وبنستخدمه تاني، وده اكبر غلط، او ازازه ميه كنا احنا شربناها وبعدين بنعيد استخدامها تاني مره اخرى. هو ده اللي انا اتكلمت فيه قبل كده. فلكن انا مثلا ببقى في الشمس فتره كبيره جدا، ده مش صح. المفروض ان انا احاول احطها في مكان مغلق، لان الشمس عامه او درجه الحراره او اشعه الشمس لما تتسلط دايما على ازازه الميه وبتكون متفتحه بتبقى مش كويسه جدا او مش يعني مش مطلوبه، لان ممكن يحصل تسخين شويه في ازازه الميه، تسخين بسيط يؤدي الى تفاعل مع الميه مع البلاستيك. وبالذات كمان مع سوء اعاده تدوير كمان، ان انا بستخدم ازازه الميه ثاني مره اخرى، هي دي المشكله. هي المشكله هنا. طب نشرب الميه في ايه؟ نشرب الميه عادي جدا، نشرب الميه في ازازه في كوبايه ازاز، نشرب الميه في ازازه بلاستيك، في بعض الازايز ممكن ساعات تستخدمها مره واثنين وثلاثه. اكوادها ايه؟ لان ليها اكواد يا دكتور. انا ايوه طبعا يبقى حضرتك مثلا الكود مثلا رقم 5 دي مثلا ممكن تبقى مثلا ممكن نستخدمها في عدد، ممكن الكود رقم 5 بيبقى ازايز غاليه شويه. فكره ان ازايز المايه اللي بنجيبها كده عادي من السوبر ماركت او من اي مكان دي لا نستطيع اعاده استخدامها مره ثانيه ولا اعاده تعبئتها مره ثانيه؟ تمام يا فندم. ان حضرتك انا يعني ايه الفرق بين ازازه المايه اللي انا ممكن املاها من الحنفيه وازازه المايه اللي طالعه من اللي بشتريها من السوبر ماركت؟ ازازه الميه مشتريها من السوبر ماركت اول بسمع صوت التكه وهشربها انت كده في السيف سايت، تمام؟ وانس انك انت مليتها تاني انت كده في مشكله عندك، تمام؟ انت في مشكله عندك. ليه؟ وانس انك انت المشكله اذا انا مليتها بميه تاني عاديه في العربيه او في اشعه شمس كده في مشكله عندك، هيحصل تفاعل. طب وازازه الميه اللي مثلا لو انا راجل مثلا بروح الجيم وعايز مثلا اشتري ازازه ميه يبقى عليها كود رقم 5 وتبقى مثلا ليها احجام متناسبه جدا مع حجم اللي انت عايزه وبتملاها ميه من الحنفيه عادي مفيش مشكله. هنا بيحصل الرقم كود رقم 5 دوت ده سيف وامن حسب المعايير، ما بيحصلش تفاعل بين الميه وبين ازازه البلاستيك. طب انا طرحت سؤال حضرتك ما سمعتنيش كويس يا دكتور. انا بقول لحضرتك احنا فتحنا ازازه الميه وشربناها وقعدنا مليها بميه بنفس درجه الحراره ميه عاديه خالص، فين بقى المشكله؟ ليه ما نستخدمهاش؟ ايه مشكلتها؟
لان حضرتك ازازه لان حضرتك الازازه البلاستيك هي مصممه خصيصا لان حضرتك ازازه البلاستيك حضرتك بتيجي من الشركات بمواصفات معينه وليها مواصفات خاصه في الاستخدام المره واحده بس فقط. ده الكود بتاعها اللي هو ايه للمصمم لهذا الاستخدام. ثاني حاجه ان هي معقمه بالاوزون، فبالتالي هي كده تمام، هي كده سيف وامن من ناحيه الايه الاستخدام والتداول. ده احنا لسه في مشكله كمان بنتكلم في صوره التداول. طيب انت بتستخدم ميه من الحنفيه، انت ميه من الحنفيه دي ميه متغيره، انت عرفت منين الميه دي ممكن يحصل منها تفاعل بين الميه وبين البلاستيك الازازه؟ فانت اول ما بتشرب منها تمام، هقول لك انت ممكن يحصل تفاعل بسيط، لكن مع اعاده الاستخدام اكثر من كذا مره لهذه الازازه هنا بتكمن المشكله. صحيح دكتور، يعني لا قدر الله لا قدر الله الدراسه بتقول ان الجزيئات البلاستيكيه الصغيره دي قادره على التسرب بحرية كبيرة جدا في الأمعاء والأوعية الدموية، وبتنتشر بشكل أعمق في الأنسجة المختلفة للجسم. تمام. خطورة ده وأهم الأمراض اللي ممكن لا قدر الله تسببه هذه الجزيئات البلاستيكية في الجسم. أو أنا هتكلم بنقطة بسيطة جدا، أنت حضراتكم اللي استخدم الإنسان العادي اللي بيجي يشرب مية، المية بتنزل في المعدة، لما بيجي ياكل أي أكل بياخده وينزل في المعدة. طيب لو انا ما اتاكدتش ان انا قدرت اكل الاكل السليم والامن وشرب الماء السليم والامن، يبقى انا كده هتحط نفسي في خطر على المدى البعيد بيحصل. بمعنى ايه؟ ان الاكل والشرب، ان الجزيئات البلاستيك النانو ديت ممكن يحصل تفاعل من خلال عدم وعي الانسان في نوع البلاستيك او اللي بيستخدمه في هذا الاكل، او يشرب ميه في نوع الازازه اللي بيشربها. فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ان هي الاكل والشرب بيخش في المعده، فمع فترات العمر ومع التكرار ومع عدم الوعي ممكن يحصل ترسبات لهذه الجزيئات النانوية في المعدة والأمعاء. فبالتالي اللي بيحصل إيه بعد كده؟ إنها ممكن تنتشر في الجسم وبتحصل بعض الأمراض. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور أحمد الزهاوي، استشاري معالجة المياه، شكرا جزيلا لحضرتك. أعتقد إن دعوة للعودة للطبيعة مرة أخرى، والعودة لتراث الأجداد في شرب المياه، الزير والقلة. أعتقد أو إزازة المياه الإزاز عادي، مش لازم نرجع قوي كده. ده حقيقي. على أي حال يعني كلها حلول أجدادنا ما شفناش معاهم أمراض هذا الجيل، لأن هم في النهاية كانوا بيستخدموها. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا.